قبل ما اروح لاستشاري الصحه النفسيه انا ممكن اعالج نفسي ازاي؟ السؤال اللي انا قلته في بدايه الفقره لما اكتشف انه لا انا ابتديت اوسوس كده من حاجه معينه، من النظافه او من المرض او الخوف من حاجه معينه، ابدا اعالج نفسي بنفسي ازاي؟ ازاي اواجه هذه المخاوف او هذه الوساوس؟ خليني اقول لحضرتك حاجه واتمنى تكون متفق معايا، ان في بعض الحالات ما بنقدرش ان احنا ننصح بمعالجه النفس بالنفس. لازم الاتجاه للمختصين. وفي بعض الاحيان بيحتاجوا كمان العلاج الدوائي من اساتذه الطب النفسي. ولكن لو انا حدي تبس بسيطه كبدايه، كروشتة كده، انا ممكن اتعامل ازاي لو انا شخص وسواسي؟ بس ديبيندز يعني. بس ديبيندز ان مش كل يعني عايزه اقول جمله ان مش اي علاج يناسب اي انسان ومش اي تشخيص يناسب اي انسان مختلفة. ولكن لو هنقول الحاجات الطبيعيه العامه اللي حقيقي مفيده بس احنا بنهملها، اولا تمارين التنفس، تمارين الاسترخاء، تمارين اليوجا، اخذ قسط معين من النوم، ده بيساعد جدا على الصحه العقليه. الرياضه ليها تاثير السحر في معدل المستوى، بتفضل على طول محافظه على مستوى الكورتيزول اللي هو هرمون التوتر. كل دي حاجات نقدر نعملها. طبعا الابتعاد عن التدخين، الناس اللي تقدر تعمل كده يا ريت، لان للاسف الشديد هم بيتخيلوا ان هي بيقولوا عليها للمتعه الوقتيه، ولكن للاسف لما بعد كده بيبتدوا يتعودوا عليها ما بيبقاش ليها اي تاثير. فانا بتكلم ان هي دي ممكن بعض الحاجات، ولكن في حاجات تانية. لو انا جالي فكره وسواسيه، معرفه المرض بدايه علاجه، طبعا اواجه نفسي معرفته ولا الاقتناع بيه؟ معرفته اولا.